إذا انتهى من الطواف وصلى الركعتين يذهب إلى المسعى ليسعى بين الصفا والمروة ويبدأ من الصفا قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم خرج إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدا بما بدا الله به ابدا بما بدا الله به فبدا بالصفا فرقى عليه حتى راى البيت فاستقبل القبله فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات رواه مسلم ثم ينزل ليسعى قال صلى الله عليه وآله وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد فإذا بلغ العلم الأول سعى سعيا شديدا وهي الهرولة يسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر الذي بعده فهو يسرع ما بين العلمين يسرع ويسعى سعيا شديدا بين العلمين ثم بعد العالم الثاني يمشي مشيا عاديا حتى ياتي المروه فاذا اتى المروه صعد عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبله والتكبير والتوحيد والدعاء وهذا يعتبر شوط من الصفا الى المروه شوط ثم بعد ذلك يعود حتى يرقى على الصفا وهذا شوط ثاني ثم يعود إلى المروة حتى يتم له سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة وفي أثناء سعيه يدعو بما يريد ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل وإن دعا بقوله رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا بأس فيشترط أن يبدأ بالصفا فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشرط لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به والحديث عند مسلم ولا تشترط للسعي الطهاره لا تشترط الطهاره للسعي وانما يستحب ان يكون على طهاره